علشان بعد ما يدفن نعمل اكبر احتفال واحلى احتفال. انا هفكر في جريمة قتل على كيفك. طب حمادة هنام معاه ازاي لمراته ومراته تغذي حمادة؟ اهلا بيكم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة خينة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة لا تحترم الزوج ولا تحترم عرضه ولا شرفه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة لا تقدر تعب زوجها ومجهوده وتوفيره لقمة العيش ليها ولأولادها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة بتنتقم من زوجها في كل يوم بعذاب ومرار. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة لا تهتم بطلبات زوجها ولا برغباته. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة لا تراعي الله في شرف وعرض زوجها. ايه اللي حصل في عزبة خميس مركز بيها لمحافظة كفر الشيخ؟ الزوجة اسمها صباح، الزوج اسمه صديق. صباح عندها 36 سنة، صديق جوزها عنده 45 سنة. راجل شقيان تعبان بيسافر دول الخليج رغم ان صحته على قده علشان يكد ويشقى ويتعب ويوفر لها ليها ولولادها لهم متعيش تريحها وتريحها من السؤال ومن التعب. وبالفعل الراجل ما خلاش على جهد وكان بيبعت لها كل شهر متطلباتها وكل شهر بيبعت لها فلوس ليها ولأولادها. عمرها ما حست بالجوع وعمرها ما راحت لحد ومدت ايدها، بالعكس كانت معززة مكرمة وكان بيجيب لها الغالي على حسب امكانياته. ما مش كل اللي بيشتغل في دول الخليج بيرجع بالدولارات، ولا كل اللي بيشتغل في الخارج معزوز ومعاه المال، بالعكس احيانا بتسافر ليدوبك عشان تكفي نفسك بالعافية. لكن احيانا الزوجة لما الزوج يغيب عنها شهر اتنين تلاتة احيانا بتضعف، واحيانا بتبص حواليها لاي كلب عشان يجي ينهش في عرضها وجسمها. احيانا الزوجة تقول لك انا من دم ولحم وليا رغباتي وليا شهواتي وانا تعبانة وما اقدرش اقول لجوزي تعالى طب هيوكلنا مين ومين اللي هيشربنا، يمشي ويتعب يبعت لي فلوس، لكن ان لبدنك عليك حق، انا مش قادر استحمل في اي كلب يجي يصبرني عقبال جوزي ما يجي. وبالفعل اتعرف الصباح على حمادة. حمادة عنده 43 سنة، كان شاب كل مهمته في الدنيا ان هو يصيد البنات ويلعب بيهم. بالفعل صاد الزوجة ولعب بيها واقام معاها علاقة كاملة. كان الزوج بيشهى ويتعب في دول الخليج يبعت لها الفلوس، واللي بياكل وبيتغذى حمادة. كان الحمام والفراخ وكله على ايد حمادة. الزوج بيتعب ويشقى علشان يبعت المال لمراته ومراته تغذي حمادة. حمادة كان بياكل ويقوم بالمطلوب. الزوجة ما بتقولش لجوزها ولا بتشتكي، خلاص ما لقت اللي بيشبعها، لقت اللي بيكفيها، الزوج بالمال والعشيق بالجنس، عايزة ايه تاني اي ست مدام لا بتخاف من زوج ولا عاملة حساب لحساب ربنا. الزوجة شايفة ان الدنيا حلوت، الزوج بيبعت الفلوس والعشيق بيكفيها وبيغذيها. الزوجة شايفة ان كده الدنيا لعبت لها وابتدت تضحك لها، بتتمتع في اليوم كله زي ما هي عايزة مرة واثنين وثلاثة، والزوج بره طافح النيلة وشارب المر عشان يوفر لها عشان تجيب لها حمادة الكباب والكفتة عشان حمادة يتغذى ويتجود ويقدر يمتعها. الزوجة احيانا بتبقى كافرة بدورها وبدور اسرتها وبدور ربنا حتى عليها، لكن احيانا الزوجة بيبقى ليها غلطات وليها فوات. الزوج تعب في الخارج، رجع للأسف كشف الأطباء قال له محتاج عملية قلب مفتوح وتركيب دعامات، قلبك بايظ خالص. قال لهم طب أنا معيش أعمل قلب مفتوح، ركبوا لي دعامات. قالوا له بس أي مجهود هيكون خطر عليك. فالزوج رجع من الخارج ما يقدرش يقوم بأي دور ولا حد يقدر يصبرها بأي حاجة. الزوج قالت يا نهار اسود، ده هو كان في الخارج كان بيكفيني فلوس، دلوقتي جه مصر لا فلوس ولا جنس. طب حمادة أوكل وأشربه منين؟ طب حمادة هنام معاه إزاي؟ الزوج خلاص بطل وبح وقلبه تعبان وركب دعامات، لا هيقدر ينام معايا ولا هيقدر يلبي نداء الجسد، ولا حمادة هيقدر يجي لي البيت وجوزي راجد في البيت وعيني مفتح الليل كله والنهار كله، أنام مع حمادة إزاي وجوزي بيسألني رايحة فين وجاية فين؟ لو أخرت شوية أخرت فين؟ وابتدى يشك فيا من كلام الناس، طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ قالت لحمادة أنا مش قادر يا حماد. قال لها ولا أنا قادر على فراقك أنا اتعودت عليك. قالت له طب والمال؟ قال لها مش مهم المال، أهم حاجة المتعة والجسد. قالت له طب جوزي اللي جوه؟ قال لها موتيه. قالت له اموته ازاي؟ قال لها احط له برشام في الاكل وطعنيه ولا موتيه؟ قالت له لا، طب ما هيقولوا مين اللي قتله؟ قالت له سيب لك، انا هفكر في جريمه قتل على كيفك ونتمتع مع بعض واجور هو في داهيه. الزوجه فكرت لو حطيت له السم هيقولوا مين اللي حط له السم، لو ضربته بالسكينه هيقولوا مين اللي ضربه بالسكينه، انا عايزه جريمه قتل على كيفي اعملها واظبطها وتيجي الشرطه تقول لك لا ده قضاء وقدر. طب تعمل ايه الزوجه؟ اخبطه على قلبه؟ طب ما ممكن يزعق ويلم الناس عليا.
طب احط له سم، اكيد التحريات هتقول مين اللي قتله. طب انا عايز جريمه قتله حلوه ما تمسكش فيها ولا تدور حواليها الشبهات. قالت بس ماس كهربائي والبيت يولع. راحت عملت ايه؟ راحت جابت 5 لتر بنزين، وراحت خلت الجزء الزوجها نايم على السرير المريض بالقلب ومركب دعامات، وراحت عامله السرير كله بالبنزين والراجل نايم مش حاسس بحاجه بعد ما حطت له المنوم في الشاي. وبعد كده اتصلت بحماده قالت له انا هعمل دلوقتي حاجه هتفرحك، بكره ان شاء الله بعد ما ندفنه لازم نحتفل. قال لها خلي بالك انا هنزل كفر الشيخ اجيب اكبر تورتايه علشان بعد ما يدفن نعمل اكبر احتفال واحلى احتفال. قالت له حبيبي وانا مستنياك وعايزينها النهارده ليله حمراء. قال لها ليله الدم مش ليله حمراء. وبالفعل راحت خلت المرتبه كلها بنزين وراحت مولعه في المرتبه ولعبت في فيشه الكهرباء وقعدت تزعق يا جوزي يا سبعي ماس كهربائي ولع في البيت. الناس في قريه خميس شايفين البيت كله مولع والزوجه بتجري بتقول الحقوا جوزي، جوزي عيان بالقلب وعامل عمليه دعامات مش قادر يجري، الحقوه يا ناس الحقوه يا هو. الناس دخلت النار مولعه في الشقه كلها وبالذات في اوضه النوم. جات الشرطه ايه اللي حصل؟ قالت لهم ماس كهرباء الفيشه يا ما قلت له صلح، يا ما قلت لجوزي صلح، ده بتطلع شراره كل يوم والتاني وبتعمل قفله في البيت، وجوزي راجل تعبان ومركب دعامات ما بيتحركش من مكانه ومعناش فلوس نجيب كهرباء. ويا ما حذرت جوزي ويا ما قلت له. الظابط يقول لها طب ما صحتيش جوزك يجري ليه؟ قالت له تعبان ومركب دعامات والدكتور محذره من المجهود وما قدرش يقوم قاعد يزعق وانا جريت خفت من النار. صباح لعبه اللعبه صح، لكن سبحان الله يمهل ولا يهمل، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان ممكن الحكايه فعلا تفلت لو ما فيش بنزين والطب الشرعي، لو كانت عرفت ان هي الطب الشرعي ممكن يعرف الحريقه دي نتيجه ماده مشتعله ملتهبه ولا ماس كهربائي. الطب الشرعي والمعمل الجنائي مش اي كلام يتقال بيتاخد بيه، ده ناس عقول وناس فاهمين وناس متخصصين. الموضوع كان ممكن ينطلع على رئيس المباحث ماس كهربائي والزوج مريض ومركب دعامات ولسه عامل عمليه وجاي من الخارج تعبان، فعلا ما قدرش يجري، فعلا ما يقدرش يمشي، وفعلا لو الزوج عايزه تقتله ما كانت قادره تخبطه على دماغه، كان قادره تحط له السم، ده كان الموته دي قضاء وقدر. وفعلا امرت النيابه بتشريح الجثه ومعرفه سبب الجنايه. سبب الجنايه لا اله الا الله، حاجه تحزن لما الواحد يشوف الخيانه توصل لكده. ما لقيتش، خلي بالكم العلم اثبت ان اكبر شيء فيه عذاب للانسان الست وهي بتولد، اكبر عذاب. صحيح بنتغلب عليها دلوقتي بالوضع القيصريه بيفتح البطن ويطلع العيل ويقفل ومفيش تعب، لكن اصعب الام حاجتين ربنا خلقهم، الم الوضع والولاده الام غير عاديه وغير طبيعيه، والم الحريق. الاثنين دول اكبر المين، طبعا الم الحريق اكتر، عشان كده ربنا هو اللي اختص نفسه بس بالعذاب بالحريق. ما فيش حد بيقدر يعذب حد بالحريق غير ربنا بس. الزوجة بقى خدت الصفة دي من ربنا، قالت يا رب انت بتعذب الناس في النار في الاخرة، انا هعذبهم في الدنيا، انا مكانك في الارض يا رب. كبت على جثة ما لقيتش وسيلة تموت بها جثة غير بالحريق، تخدره بالبرشام وتنيمه وتولع فيه في البنزين. شفت الزوجة؟ شفت الزوجة لما بتكون خاينة وغدارة وخيانة ممكن تعمل ايه؟ ممكن تنتقم من جثة بأي وسيلة عشان خاطر العشيق. الجنس رقم واحد والباقي كله تحت الجزمة، أهم حاجة المتعة الجسدية وتلبية نداء الجسد والباقي كله تحت الحزام، مش مهم نمال مش مهم ولا عيال مهم ولا زوج مهم، المهم العشيق يجي يمتع، هو ده اللي يهمها، هو ده اللي في دماغها متعتها فقط، لكن غير كده ما يفرقش معها أي حاجة، لا عشر السنين ولا لقمة ولا عيش وملح ولا أي شيء. زوج إيه؟ المرأة وإن طالت عشرتها، المرأة خوانة خيانة مهما تعمل فيها. واتحدى أي زوج شايفني دلوقتي، زعق مراتك خلاها تتفكر لك أي حاجة حلوة، لا يمكن تتفكر لك الوحشة بس، ومن أول ما تتجوز تقول لك فاكر في الصلاحية أنت عملت لي إيه؟ فاكر لما قلت بعد 15 يوم عملت لي إيه؟ فاكر لما ما رضيتش توديني؟ فاكر لما ما رضيتش تجيبني؟ فاكر لما اتحننت عليك عشان تديني فلوس؟ فاكر تتفكر كل شيء سيء وسلبي، لكن تتفكر لك أنت وديتها لأطباء، وديتها مستشفيات خاصة، عليك عند أحسن أطباء، ما قصرتش معاها في حاجة، كل أوامرها مجابة في حدود اللي معقول، ما تتفكرش أي حاجة خالص، ما تتفكرش بس غير الشيء السيء، هي دي المرة. وان طالت عشرتها. شفت الزوج عملت ايه؟ طبعا الطب الشرعي لما الزوج توفى محروق، الطب الشرعي اثبت ان هو مات نتيجه اشتعال ماده سريعه في زي البنزين او الطنر او الجاز.
بالضغط على الزوجة انهارت واعترفت وقالت ايوه انا قتلته. حمادة قال لي خلصي عليه عشان نعيش مع بعض، انا مش بتمتع غير معاكي، وانا فعلا ما بتمتعش غير معاه، وهو اللي شاركني وهو اللي خطط لي. وحمادة قال والله العظيم انا قلت لها ماليش دعوه، لا ليا عمر في حاجه، ولا قلت لها هاتي بنزين ولا غيره، ده هي لقيت انا هفكر وهبدع وهعمل طريقه اطلع منها زي الشعره من العجين، لا اقول حد دخل ضربه، ولا اقول حد سرقه، ولا حد خبطه على دماغه، ولا عليه ديون والديانه جوه، ولا اي حاجه. انا هخلي الموضوع كله اخسر شويه فرش والشقه تتحرك مش اشكال، المهم نحتفل انا وعشيقي في الآن. الزوجه طبعا اعترفت على حماده، وحماده اعترف على الزوجه، اللي ما يفرقش معانا هل هو كان مشترك ولا مشتركش، الاثنين اشتركوا في غضب ربنا، الاثنين اشتركوا في خيانه الزوج، الاثنين داسوا على عرض على عرض الزوج وشرفه، فليذهب الاثنين الى الجحيم، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.